يوم نعم. عرفات الله يا أحبابي أخذتنا الدنيا وأخذتنا الجوالات والآيبادات واللابتوبات والقروبات والاجتماعات والطلعات. وش رأيكم يوم عرفة لغير الحاج؟ ما رأيكم أن نخلو بالله، صلي الفجر جماعة أيها الرجل، ثم بعد أن تصلي جماعة وجوبا تمكث في المسجد، المرأة تصلي في بيتها تمكث في مصلاها، البنت امكثي في المصلى، ترتفع الشمس ساعة ونص ساعة وربع، ارتفعت الشمس تصلي ركعتين، وفي هذه الأثناء دعاء وتلاوة وتكبير وتهليل وحمد، ردد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ردد أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ردد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، ردد قل هو الله أحد 10 مرات 20 مرة، الفاتحة 30 مرة، إذا ما معك مصحف اقرأ سبح، ثم بعد ذلك استيقظ قبل صلاتي في منتصف الضحى، واصل ركعتين بعد الوضوء، توضأ ثم صلي ركعتين إلى 8 ركعات، ثم بعد ذلك بكر لصلاة الظهر، واقرأ جزءا قبل الصلاة وجزءا بعد الصلاة، عد لا حرج في التريح، عد بعد ذلك. إذا صليت صلاة العصر رجاء لا تخرج، لا تخرج عشية عرفة. أنا ما حجيت وانت ما حجيت، يمكن يحج قلبك وتحج دموعك، والله كريم قد يعطيك أجر من حج بهذا الشوق الذي في قلبك والصدق وأنت تدعو الله جل وعلا. ارفع يديك وادعو بخير الدنيا والآخرة.